السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون. نشرت اليوم الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 23 مارس 2021 الموافقة تاع البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي السينا على اعتماد الاتفاقية اللي تمضات في الجزائر في جانفي 2019 بين الجزائر وفرنسا في موضوع تسليم المجرمين. طبعا هذا تم في يوم يصادف يوم إصدار مذكرة توقيف دولية ضد شخصي أنا وأمير بن زايد والعربي زيتوت ومحمد عبد الله اللي امبارح قلت ما نعرفوش صح اللي عمري ما سمعت به حتى لما درت الفيديو اخوان بعثوا لي قال لي هذا راهو كان رقيب في الدرك الوطني وراهو عايش في برشلونه في أليكانت. المهم دونك هذا القانون اللي صادف الايداع بطاقة التوقيف روجوا له صحافة بوذر وروجت له واليوم في المواقع الاجتماعية ناس كامل تطرح في سؤال وبزاف اخوان عيطولي سقسوا فيا قول لي واش كدا منا. نشكرهم يعني كل اخواني تقلقوا نشكرهم. الاتفاقية هذه تعنيني انا شخصيا وامير دزاد لان احنا اللي ساكنين في فرنسا يعني روسنا مطلوبة باين بلي نقلقوا بزاف. حنا قلنا ما خلوش غير يديروا لا سياست هذا المكان ولكن ظهروا بلي الناس هذو ما يرقدوش خلاص. المهم ما عليه هذه المذكرة او غيرها يديروا واش يديروا سمعتوا ما همش توقيفي انا او توقيفي من زاد اللي راح يحبس هذا الشعب هذا اللي راه يعيط ماشي هما اللي يحب ماشي هذا اللي يحبس. ولكن نطمن الاخوان انه هذه المذكره هذه هذا القانون الفرنسي هذا لا يعنيني انا شخصيا ولا امير ديزاد. وعلاش ما يعنيناش؟ القانون يطبق في فرنسا. اي نعم فرنسا بلاد قانون. فرنسا بلاد قانون. فرنسا بلاد تاع حقوق الانسان قولها ونعاود. في فرنسا ماشي جزائر ما عندهم الزغماطي ولا واحد تبون يحكموا فيه العسكر وقائد الاركان كل يوم في التلفزيون ما كانش. فرنسا باش تجي نتايا توقف مواطن ديجا مواطن هكذا كونترول جوديسيال تقول له كوارتيك لازم تجيب له من عند بروكيرور ورقه زعت هذه ديجا لا. اما باش تجي نتايا توقف صحفي ومعروف سمعت وماشي من البارح وماشي من اليوم وتردوا إرهابي وتجي فرنسا تسلموا. اسمع فرنسا فيها منظمات حقوق الإنسان فيها أحزاب سياسية معارضة مش معارضة تاع كرتون سمعتوا. فرنسا فيها مجتمع مدني قوي بالتالي ما تقدرش تجي انت تكلخلهم وتقول لهم او هذا ارهابي راح نسلموه ل فرنسا ماهيش قادره ما عندهاش امكانيه تاع باش تخلي روحها جرها عصابه تاع ديفوي تاع صعاليك نقولها ونعاود هذه عصابه ديفوي ما عندهم قانون ما عندهم والو ريان دي تو تجر فرنسا بلد حقوق الانسان الى عالم الصعلكه. صحيح كاين مجتمع دولي يشوف فرنسا على بالهم بلي تنوض قيامة كاين صحافة حرة ما كاينش صحافة بودورو. دونك أنا شخصيا مطمئن جدا جدا أنا مطمئن مني على بالي بلي ما يديرو والو وأنه فرنسا بلاد حقوق الإنسان ما عندك حتى لا. وحتى باش نزيد نطمن الناس نقولو مش راح ندير أنا من غدوة المحامي ديالي في فرنسا باش
يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون لأنه هو اللي ماضي هذا القانون، وإلى وزير الداخلية يوجه لهم رسالة باش يذكرهم بمذكرة التوقيف وبأساليب العصابة الحاكمة في الجزائر، ويذكرهم أنه فرنسا بلاد حقوق الإنسان لو كاش ما يعني تنجر في عالم الصعلكة ما هيش راح تكون في صالحها. هذه من جهة راسلو رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير الداخلية الفرنسية الأولى. الثانية راسل دائما من طرف عن طريق المحامي راسلو المحافظة السامية مدام باشلي رئيس المحافظة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الراسلو الثاني، راسلو كل منظمات حقوق الإنسان الدولية والفرنسية، راسلو كذلك الأحزاب الفرنسية، أحزاب المعارضة مش معارضة كرتونية، وحتى الحزب الحاكم. يعني باش نقول باللي فرنسا ماهيش مستعدة على جال صعاليك توسخ روحها مع ناس موسخين، توسخ روحها قدام المنظومة المجتمع الدولي والمنظومة الدولية والمنظمات الدولية. صعيب باش تصور انه فرنسا توسخ روحها وانه تولي عليها حملة إعلامية وتولي عليها هذا صعيب. على هذا انا مطمئن جدا وما عنديش واش يقلقني. اذا انا هما ما يباتوش راقدين لاني راني نقلق فيهم، انا نبات مهني مرتاح شي ما يقلقني، لاني نعرف بلي راني في بلاد حقوق الانسان، وكل شي اللي راه يدير فيه العصابه ماهوش راح يوقف هذا الغاشي هذا الشعب هذايا ما يوقفوش. اسمع، مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية ماشي أنا اللي نقول فيها، هذا الشعب هذا شعب. وعلاش يقول هذا الكلام؟ لأنه هذه المخابرات ملي كانت مهمتها الدفاع على أمن الجزائر ولات، وأمن الجزائر هو أمن المواطن الجزائري، ولات تنتهك حرمة وحرية المواطن الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله.